منه. نبدأ أستاذ فردي. طيب أحسنتم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يفقهنا في الدين، وأن يفتح لنا فتوح العارفين، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال، اللهم آمين. تفضل لو سمحت بالقراءة في القضاء. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة، قال: القضاء. القضاء لغة إحكام الشيء وإمضاؤه، وشرعا فصل الخصومة بين خصمين بحكم الله تعالى. حكم تولي القضاء. حكم تولي القضاء الوجوب كفاية في حق الصالحين له في الناحية، والوجوب عينا في حق من تعين له فيها، والندب في حق الأفضل من غيره، والكراهة كما في حق المفضول إذا لم يمتنع الأفضل، والحرمة في حق من طلبه بعزر صالح له. شروط القاضي. شروط القاضي 10: كونه مسلما، وكونه مكلفا، وكونه حرا، وكونه ذكرا، وكونه عدلا، وكونه سميعا، وكونه بصيرا، وكونه ناطقا، وكونه كافيا لأمر القضاء، وكونه مجتهدا. آداب القاضي. آداب القاضي: للقاضي إذا حضر عنده الخصمان أن يقول لهما تكلما، أو ليتكلم المدعي منكما، وله أن يسكت حتى يبتدئ أحدهما، فإذا فرغ المدعي من الدعوى الصحيحة طالب المدعى عليه بالجواب، فإن أقر لزمه ما أقر به بلا حكم، وإن أنكر جاز للقاضي أن يسكت وأن يقول المدعي ألك حجة، فإن قال لي حجة وأريد تحليفه مكنا، فإن حلف أقامها، فإن نكل حكم بنكوله وقال للمدعي احلف، ولا يحكم على المدعى عليه بالحق إلا بطلب المدعي، ويجب أن يسوي بينهما في وجوه الإكرام إلا إن اختلف إسلاما، فيجب رفع المسلم في المجلس. سورة القضاء. سورة القضاء أن يقول القاضي لعمر بعد أن يدعي عليه زيد إنه اشترى منه الدار الفلانية التي بيده بألف دينار، فينكر عمر، فيقيم زيد بينة تشهد بأن زيدا اشترى من عمرو الدار الفلانية بألف دينار، فيطلب زيد منه الحكم: حكمت بأن الدار الفلانية ملك لزيد، وألزمتك تسليمها إليه. أحسنتم. قال رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدنيا والآخرة: القضاء. القضاء لغة إحكام الشيء وإمضاؤه. المؤلف رحمه الله أطال في التعليقات في القضاء والشهادات خاصة، وذكر فروعا وتفصيلات، لا نستطيع أن نقرأ كل ما ذكره المؤلف، لكن سنقرأ المهم منه. قال: القضاء لغة إحكام الشيء وإمضاؤه، وشرعا فصل الخصومة بين خصمين، أي بين خصمين فأكثر، بحكم الله تعالى. قوله بحكم الله تعالى أي بحسب اجتهاد القاضي، فالقاضي يحكم بين الخصمين بما أدى إليه اجتهاده. وتنصيب القضاء أمر واجب في الشرع، وهو إحدى الولايات، لأن الولايات في الدولة المسلمة أو السلطات في الدولة المسلمة إما أن تكون سلطة تنفيذية، أي تنفذ الأحكام، وهذه السلطة هي التي يتولاها اليوم الرئيس،
هذه سلطة تنفيذية تنفذ الأحكام، تنفذ الأمور في الناس، وإما سلطة تشريعية. مقصود بالسلطة التشريعية يعني في الشرع الإسلامي أن تتكون من العلماء أصحاب الاجتهاد ليجتهدوا في القضايا النازلة، ويجتهدوا في تطبيق ما نص عليه الفقهاء على الواقع، واضح؟ والقسم الثالث السلطة القضائية التي تتولى الفصل بين المتخاصمين. فالسلطات ثلاث: سلطة تنفيذية، وسلطة قضائية، وسلطة تشريعية. قال: القضاء لغة إحكام الشيء وإمضاؤه، وشرعا فصل الخصومة بين خصمين فأكثر بحكم الله تعالى. قال: حكم تولي القضاء. حكم تولي القضاء الوجوب كفاية. شوف، في عندك مسألتين. مسألة الأولى تنصيب قاضي، والمسألة الثانية تولي القضاء. إيش معنى تنصيب قاضي؟ تنصيب قاضي معناه أن الحاكم ينصب للناس قاضيا. ما حكم أن ينصب الحاكم قاضيا للناس؟ نقول: تنصيب الحاكم قاضيا للناس فرض عين. تنصيب الحاكم أي أن الحاكم يعين فلانا ليكون قاضيا، هذا ما حكمه؟ فرض عين. بعد ذلك الحاكم عندما يعين زيدا ليكون قاضيا، زيد هذا سيتولى القضاء، صح؟ ما حكم توليه للقضاء؟ الأصل أنه فرض كفاية، لكن أحيانا قد يجب عينا، أحيانا قد يكون مكروها، أحيانا قد يكون حراما. ففرق بين تنصيب القاضي وتولي القضاء، فهمنا؟ انظر ماذا قال: حكم تولي القضاء. قال في التعليق: أما توليته ففرض عين فورا على الإمام في قضاء الإقليم. إيش معنى الإقليم؟ الإقليم ما ينفرد باسم: إقليم الحجاز، إقليم الشام، إقليم العراق، إقليم اليمن، هذا يسمى إقليم. قال: وعلى قاضي الإقليم فيما عجز عنه. أي قاضي الإقليم، مثال: الخليفة أو الرئيس أو الحاكم أو السلطان أيا كان المسمى. هذا الرئيس عين مثلا زيدا قاضيا في بلاد إندونيسيا كلها، بلاد كبيرة. زيد هذا ليس سوبرمان يستطيع أن يقضي في كل الأشياء، إذن هو سيعين قاضيا في جاكرتا، قاضيا في مثلا باندونغ، قاضي في سولو، قاضي في جوجا، قاضي في سورابايا، قاضي في كذا، واضح؟ ولذلك انظر ماذا قال: ففرض عين فورا على الإمام في قضاء الإقليم، وفرض عين على قاضي الإقليم فيما عجز عنه. أي وفرض عين على قاضي الإقليم أن يعين قضاة في ما عجز عنه. ثم قال: وإيقاع القضاء بين المتنازعين أو بين المتنازعين فرض عين على الإمام أو نائبه. يعني إذا جاءك الناس يتنازعون يريدون منك أن تحكم، فهذا فرض عين على الإمام ونائب الإمام، أي من عينه الإمام في القضاء، فرض عين، لا يجوز له أن يدفع المتخاصمين. إيش معنى يدفعهم؟ يعني يقول: اذهبوا لا أحكم بينكم. لا، هذه مهمتك، هذه وظيفتك. ولذلك انظر ماذا قال: ولا يحل له الدفع إن كان فيه تعطيل وتطويل نزاع. إيش معنى الدفع؟ أي أن يقول للمتخاصمين: اذهبوا عني لا أحكم بينكم، لا يحل له ذلك. قال: ويشترط الإيجاب في التولية، أي في تولية القضاء، لا القبول على الراجح، فلا يشترط. يعني لو قال القاضي مثلا: عينت زيدا قاضيا في إقليم إندونيسيا، عفوا، لو قال الحاكم: عينت زيدا قاضيا في إقليم إندونيسيا، فزيد باشر القضاء ولم يقبل لفظا، يصح ذلك، لا يشترط القبول لفظا. ف
فيضاف للست الأشياء التي ذكرناها هذا. قال رحمه الله: بل الشرط عدم الرد. ثم قال: حكم تولي القضاء الوجوب كفاية في حق الصالحين له. انتبه انتبه بارك الله فيك. نفترض أن حاكم بلاد إندونيسيا قال: أنا أريد أن أعين قاضيا الأستاذ عبدان، أستاذ مصطفى، أستاذ حلمي مثلا، وكلهم يصلحون للقضاء، هذا يصلح وهذا يصلح وهذا يصلح، تولي القضاء من واحد منهم فرض كفاية. إذن متى يكون فرض كفاية؟ إذا كان هنالك مجموعة كل واحد يصلح منهم يكون فرض كفاية. لو واحد منهم قام به سقط الحرج عن الباقين، لكن إذا كان لا يوجد إلا واحد يصلح فقط فهو فرض عين عليه. انظر ماذا قال. قال: الوجوب كفاية في حق الصالحين له في الناحية، والوجوب عينا على في حق من تعين له فيها. واضح؟ قال: والندب متى يكون مندوبا؟ قال: في حق الأفضل من غيره. القاضي عين أو اختار اثنين، أحدهما أفضل من الآخر، لكن هذا صالح وهذا صالح، لكن هذا أفضل، إما أفضل لأنه أكثر حزما والقضاء يحتاج إلى حزم، أو لشيء ما، أو لأن الناس تقبل منه أكثر، بعض الناس آتاه الله قبولا إذا حكم قبلت الناس، حتى وإن كان غيره يعني يصلح القضاء، لكن هم عندهم تعلق بهذا أو محبة لهذا. واضح؟ نقول إذن هنا يندب للأفضل أن يتولى القضاء. تمام. قال: والكراهة كما في حق المفضول إذا لم يمتنع الأفضل. متى يكون مكروها؟ عندنا اثنين، زيد وعمر، هذا يصلح القضاء وهذا يصلح القضاء، لكن زيد أفضل والسلطان لم يعرض على زيد، ولو عرض على زيد لقبل زيد، لكن لم يعرض على زيد، عرض على من؟ عمرو الذي هو مفضول، فعمرو قبل. نقول لعمرو: يكره لك القبول، لأن زيد لو عرض عليه لقبل. قال: والحرمة في حق من طلبه بعزل صالح له. واضح؟ طلب أن يتولى القضاء وأن يعزل القاضي الأول مع أن القاضي الأول صالح، هذا يكون ماذا؟ هذا يكون حراما. تمام. قال رحمه الله تعالى: شروط القاضي. شروط القاضي 10: كونه مسلما، ونصب الكافر على مثله مجرد رياسة لا تقليد حكم وقضاء. في بعض الدول الإسلامية يعيش كفار، عندهم قرى، عندهم مدن. واضح؟ تنصيب واحد ليحكم بينهم من هؤلاء الكفار هذا ليس قضاء، وإنما هو تنصيب رياسة وزعامة، هو زعيم عليهم. ما معنى ليس قضاء؟ بمعنى أنه لو حكم بينهم لا يلزمهم، لا يجب عليهم التزام حكمه، من حقهم أن يرفضوا حكمه، بخلاف القاضي. القاضي لو حكم التزم حكمه. واضح؟ قال لك هنا: ونصب الكافر على مثله، أي على كفار مثله، مجرد رئاسة وزعامة لا تقليد حكم وقضاء، ومن ثم لا يلزمون بالتحاكم عنده، ولا يلزمهم حكمه إلا إن رضوا به. إذا رضوا ما في مشكلة، لكن إذا رفضوا حكمه لا يلزمهم. تمام. قال: وكونه مكلفا فلا يولى صبي ولا مجنون وإن تقطع جنونه. قال: وكونه حرا أي كله فلا يتولى العبد القضاء. وكونه ذكرا وكونه عدلا فالمرأة لا تتولى القضاء، والفاسق لا يتولى القضاء. تمام. وما أكثر الفساق اليوم في القضاء؟ كثير، صح ولا؟ نعم كثير يوجد،
لا أدري في بلادنا يوجد كثير، يعني هذا شيء سيء، شيء سيء للأسف. يعني من يأكلون أموال الناس بالباطل موجود للأسف. حتى قال شيخ مشايخنا العلامة محمد بن سالم البيحاني، قال في أبيات، قال قضاة زماننا أضحوا لصوصا. إيش معنى أضحوا لصوصا؟ أصبحوا لصوص. تمام. قضاة زماننا أضحوا لصوصا عموما في البرية لا خصوصا، حكم عام ليس فيه تخصيص. قضاة زماننا أضحوا لصوصا عموما في البرية لا خصوصا، ولو أمروا بقسمة ألف ثوب لما أعطوا لعريان قميصا. ألف ثوب قسموه على الفقراء والمساكين، قسموه على العراة، لا يعطون قميصا لعريان. أين يذهب القمصان؟ من يأخذها؟ علمها عند ربي. واضح؟ قضاة زماننا أضحوا لصوصا عموما في البرية لا خصوصا، ولو أمروا بقسمة ألف ثوب لما أعطوا لعريان قميصا، ولو عند التحية صافحونا. عندما يصافحك وأنت تلبس الخاتم، بعد المصافحة الخاتم غير موجود، أين ذهب؟ لا أدري. ولو عند التحية صافحونا لسلوا من أصابعنا الفصوصا، فدعني يا أخي من أناس يبيعون دينهم بيعا رخيصا. لكن في جانب آخر، هناك جانب مشرق في القضاء، ما زالوا على خير وعلم وصلاح وتقوى وأمانة أيضا في بلادنا وفي كثير من البلاد يوجد، لكن يوجد النموذج السيء أيضا. والقاضي محل ثقة الناس، لا بد أن يكون قدوة لهم ويكون حاكما بالعدل. قال هنا وأن يكون عدلا وكونه سميعا، فلا يولى أصم وهو من لا يسمع بالكلية، بخلاف من يسمع بالصياح يحتاج إلى رفع صوت، هذا تصح توليته. قال وكونه بصيرا، فلا يولى أعمى وهو من يرى الشبح ولا يرى الصورة وإن قربت، يعني يعرف، يرى أن أمامه إنسان لكن لا يعرف هو زيد أو عمر أو خالد أو بكر، لا يعرف، حتى وإن قرب لا يعرف. واضح؟ هذا لا يولى. لماذا؟ لأنه لن يعرف الشهود. واضح؟ لن يعرف الشهود. قالوا ويصح أن يولى من كان يبصر في النهار ولا يبصر في الليل، إذا كان يبصر في النهار ولا يبصر في الليل يصح أن يولى. قال وكونه ناطقا، فالأخرس لا يولى، وكونه كافيا لأمر القضاء. إيش معنى كافيا لأمر القضاء؟ قال بأن يكون ذا نهضة ويقظة تامة وقوة على تنفيذ الحق، فلا يولى مغفل ومختل نظر بكبر أو مرض وجبان ضعيف النفس يخاف، هذا لا يصلح أن يكون قاضيا إذا كان يخاف. تمام. قال وكونه، قال وكونه مجتهدا. يشترط في القاضي أن يكون مجتهدا. إيش معنى مجتهد؟ أي قادر على استنباط الأحكام من الأدلة. انظر ماذا قال. قال وهو العارف بأحكام القرآن والسنة وبالقياس وأنواعها، وهذا شرط للمجتهد المطلق الذي يفتي في جميع أبواب الفقه. أما مقلد لا يعدو مذهب إمام خاص، مقلد للإمام الشافعي أو للإمام مالك أو للإمام أحمد أو للإمام أبي حنيفة، فليس عليه غير معرفة قواعد إمامه. اعرف قواعد إمامك، اعرف قواعد الشافعي، اعرف قواعد مالك، وليراعي فيها ما يراعيه المجتهد المطلق في قوانين الشرع. فإنه أي المقلد مع المجتهد كالمجتهد مع نصوص الشرع، نصوص المجتهد بالنسبة للمقلد كنصوص الشرع بالنسبة للمجتهد. واضح؟ قال فلا يجوز له العدول عن نص إمامه، يعني إذا نص إمامك على مسألة لا يجوز لك أن تخرج إلا بتقليد صحيح لمذهب آخر. تمام. ولو ولى سلطان أو من له شوكة
ولو مع عدم تعذر الشروط فاسقا. يعني نفترض أن السلطان ولى قاضيا فاسقا، أو أن السلطان ولى مثلا قاضيا مقلدا ليس مجتهدا، هل يصح القضاء من هذا الفاسق أو المقلد؟ قال نفذ قضاؤه للضرورة. ولو ابتلي الناس بولاية امرأة أو قن أي عبد أو أعمى فيما يضبطه، أو ابتلي الناس بولاية صبي أو كافر، نفذ قضاؤه للضرورة كما اعتمده ابن حجر ووافقه الرملي تبعا لوالده والخطيب فيما سوى الكافر. فالرملي يقول في الكافر لا ينفذ قضاؤه على المسلمين، واضح؟ قال وكذا ينفذ عند ابن حجر قضاء عامي محض لا ينتحل مذهبا ولا يعول على رأي مجتهد إذا ابتلي به فيما وافق الحق فقط، تمام، للضرورة. وقال في النهاية والمغني يشترط فيه أي في العام معرفة طرف من الأحكام، جملة من الأحكام. على كل حال يعني ابتلي الناس بمثل هذا، يحتاجون أحيانا يكون القاضي فاسقا، أحيانا يكون القاضي امرأة، واضح؟ فتنفذ الأحكام، تنفذ الأحكام للضرورة. نعم. قال آداب القاضي، أيوة هي، انتبه هذا الآن، كيف تتم عملية القضاء؟ من يبدأ يتكلم؟ من يجيب؟ ما الترتيب؟ هذا مهم، هذا مهم. قال للقاضي إذا حضر عنده الخصمان أن يقول تكلم، أو ليتكلم المدعي منكما. من المدعي؟ المدعي من كان قوله يخالف الظاهر، المنكر من كان قوله يوافق الظاهر، المدعي من كان قوله ماذا؟ يخالف. يعني زيد، هذا زيد يدعي أن هذه الدار داره، والدار يسكن فيها عمرو. الظاهر يقول إن من يسكن في الدار فهو المالك، إذن قول زيد يخالف الظاهر، صح؟ إذن من يبدأ بالكلام؟ المدعي أو المدعى عليه؟ المدعي. ولذلك القاضي عندما يأتي إلي المدعي والمدعى عليه أقول تكلم، أو أقول ليتكلم المدعي منكما. من المدعي؟ هو يبدأ بالكلام. قال أن يقول لهما تكلم واحد، أو ليتكلم المدعي منكما اثنين، أو يسكت لا يقول شيئا ينظر إليهما حتى يبدأ واحد منهما بالكلام. إذن القاضي إذا دخل عنده خصمان فهو مخير بين ثلاثة أشياء، إما أن يسكت، وإما أن يقول يتكلم المدعي منكما، وإما أن يقول ماذا؟ وإما أن يقول تكلم. قال تكلم أو ليتكلم المدعي منكما، وله أن يسكت حتى يبدأ أحدهما. فإذا فرغ المدعي من الدعوة الصحيحة، وستأتي معنا في الدروس القادمة شروط الدعوة حتى تكون صحيحة، فرغ المدعي هذا زيد، قال أدعي أن الدار التي يسكن فيها عمرو داري، وأن عمرا قد غصبها مني. بدأ زيد بالدعوة وادعى دعوة صحيحة. طيب القاضي ماذا يفعل؟ قال طالب المدعى عليه بالجواب. يقول القاضي للمدعى عليه اخرج من الدعوة، اخرج من الدعوة، اجبه ماذا تقول؟ قال طالب المدعى عليه بالجواب، تمام. فإن أقر هذا عمرو، الآن عمرو له خياران، إما أن يقول نعم الدار داره، خلاص الإقرار سيد الأدلة، إما أن يقر وإما أن ينكر، يقول هذه الدار داري، صح؟ قال فإن أقر لزمه ما أقر به بلا حكم، أي لزم عمرا ما أقر به بلا حكم من القاضي، لا يحتاج إلى حكم، لا يفتقر إلى حكم. قال وإن أنكر أي عمرو جاز للقاضي أن يسكت،
واحد. وجاز للقاضي أن يقول للمدعي الذي هو زيد: تمام، ألك حجة؟ عندك بينة؟ واضح؟ زيد يقول بعد ذلك: إما أن يقول ليس عندي بينة وأريد منه اليمين، وإما أن يقول زيد: عندي بينة لكنني أريده أن يحلف قبل إقامتها، أنا عندي شهود، أنا عندي شهود، لكن قبل أن أذهب وأتعب وآتي بالشهود أولا يحلف، ينكر أولا، بعد ذلك أنا سأقيم بينة. قال هنا: جاز للقاضي أن يسكت وأن يقول للمدعي: ألك حجة؟ فإن قال لي حجة وأريد تحليفه مكن من تحليفه، أي يقول زيد مثلا أريد تحليفه، القاضي بعد ذلك يطلب من المدعى عليه أن يحلف، ليس للقاضي أن يطلب منه أن يحلف قبل أن يطلب المدعي، ليس للقاضي أن يطلب من المدعى عليه الحلف اليمين قبل أن يطلب ذلك من المدعي. قال: فإن قال لي حجة وأريد تحليفه مكن، فإن حلف، من الذي حلف؟ المنكر أو المدعي؟ المنكر. فإن حلف أقام زيد المدعي البينة، واضح؟ لأنه قد لا يحلف، قد يقول أنا لا أحلف، قد يقول هذا المنكر عمرو أنا لا أحلف. طب إذا كان هذا لا يحلف، إذا كان هذا لا يحلف، بعد ذلك اليمين ستتحول إلى من؟ إلى زيد، فيحلف زيد ويستحق المدعى. هذه اليمين تسمى اليمين الإيه؟ المردودة، وحينئذ زيد يستحق المدعى بدون أن يتعب في إقامة بينة، واضح؟ يعني هذا جواب لسؤال: لماذا تتأخر البينة؟ نقول: لأنه قد يمكن للمدعي أن يحصل المدعى باليمين المردودة ولا يحتاج إلى كلفة إقامة البينة وإحضار الشهود. فهمنا؟ انظر ماذا قال. قال: فإن قال لي حجة وأريد تحليفه مكن، فإن حلف أي المنكر أقامها، أي أقام المدعي البينة. قال: وإن نكل، إيش معنى نكل؟ امتنع، من الذي امتنع؟ المدعى عليه. قال: وإن نكل حكم القاضي بنكوله، إيش معنى حكم القاضي بنكوله؟ يقول مثلا: حكمت بنكولك عن اليمين، تمام، وقال للمدعي احلف الذي هو زيد، تمام، فإذا حلف زيد استحق المدعى. قال: ولا يحكم على المدعى عليه بالحق إلا بطلب المدعي. إذن بهذه العملية يتم فصل القضاء عند القاضي، تمام. قال رحمه الله: ويجب أن يسوي بينهما، بين من ومن؟ بين الخصمين المتنازعين، أن يسوي بينهما في وجوه الإكرام. قال: ويجب أن يسوي بينهما وإن وكلا، أي زيد لم يحضر بنفسه وإنما وكل شخصا، عمرو لم يحضر بنفسه وإنما وكل شخصا، فيسوي بين وكيليهما، بين وكيليهما، تمام. قال: ويجب أن يسوي بينهما في وجوه الإكرام. كيف في وجوه الإكرام؟ قال: كالدخول عليه، أي فيدخلان مثلا من باب واحد، لا، إذا دخل واحد من هنا والآخر يدخل من باب الناس، لا، هذا ليس مساواة في الإكرام، واضح؟ قال: والقيام لهما، إذا قام القاضي للأول يجب أن يقوم للثاني، وإلا لا يقوم لا لهذا ولا لهذا، فهمنا؟ قال: والاستماع لكلامهما، ليس إذا تكلم الأول مثلا يستمع، إذا تكلم الثاني قاطعه في الكلام أو قال اسكت، واضح؟ قال: والنظر إليهما، فينظر إلى هذا وإلى هذا على السواء. قال: وطلاقة الوجه، أما الأول يكون غضوبا والثاني يكون مبتسما لا يصلح، ليس قضاء، ليس من العدل هذا. قال: وجواب السلام، أما أن يرد السلام على واحد ولا يرد على الآخر ليس من العدل هذا،
والمجلس، فإذا أجلس الأول هنا يجلس الثاني هنا، أما أن الأول بجانبه والثاني هنا لا يصح، إلا إذا كان مسلم مع كافر فيرفع المسلم. ولذلك قال إلا إن اختلف إسلاما وكفرا فيجب رفع المسلم في المجلس. ثم قال سورة القضاء. سورة القضاء أن يقول القاضي لعمر بعد أن يدعي عليه زيد أنه اشترى منه الدار الفلانية التي بيدي التي بيده بألف دينار، فينكر عمرو. زيد يقول أنا اشتريت الدار بألف دينار، عمرو ينكر ما بعدك الدار. قال فينكر عمرو فيقيم زيد بينة تشهد بأن زيدا اشترى من عمرو الدار الفلانية بألف دينار، فيطلب زيد منه الحكم أي من القاضي، فيقول القاضي حكمت بأن الدار الفلانية ملك لزيد وألزمتك يا عمرو تسليمها له. فهمنا؟ ثم قال القسمة. تفضل اقرأ القسمة. أحسن الله إليكم. قال القسمة. القسمة لغة التفريق، وشرعا تمييز الخصص بعضها من بعض. أركان القسمة. أركان القسمة ثلاثة: قاسم ومقسوم ومقسوم عليه. شروط القاسم. شروط القاسم إن نصبه القاضي أو حكمه الشركاء. اثنان: أهلية الشهادة والعلم بالقسمة. وإن نصبه الشركاء لم يشترط فيه سوى التكليف إلا إن كان فيهم محجور وأراد القسمة له وليه فالعدالة أيضا. نعم. أقسام القسمة ثلاثة: إفراز وتعديل ورد. فالأول ما استوت فيه الأنصباء صورة وقيمة كمثلي وأرض مشتبهة الأجزاء. والثاني ما عدلت فيه الأنصباء بالقيمة ولم يحتج لرد شيء آخر كأرض تختلف قيمة أجزائها. والثالث ما احتيج فيه لرد شيء آخر كأرض في أحد جانبيها بئر أو شجر لا يمكن قسمته. أحسنتم. القسمة هذا من المباحث المهمة التي يحتاجها الناس لفصل النزاعات فيما بينهم، خاصة في مسائل التركات، عندما تقسم بيتا، تقسم أرضا، تقسم مالا، نقود أو ثياب أو غيرها، هذا مبحث مهم. القسمة لغة التفريق، وشرعا تمييز الحصص بعضها من بعض. قال رحمه الله تعالى أركان القسمة ثلاثة: قاسم ومقسوم ومقسوم عليه. قاسم هو الذي يتولى القسمة، والمقسوم هو المال الذي يقسم، والمقسوم عليه هو صاحب المال. تمام. قال شروط القاسم. قال شروط القاسم إن نصبه القاضي أو حكمه الشركاء. اثنان، يعني القاسم هذا إما أن يعين من قبل القاضي، فالقاضي يقول لزيد عينتك لتكون قاسما، وإما أن الشركاء الذين يحتاجون إلى القسمة هم يطلبوا منه أن يقسم بينهم. إذا كان القاسم منصوب القاضي أو كان القاسم محكما من الشركاء يشترط فيه شرطان. الشرط الأول أن تكون عنده أهلية الشهادة، والشرط الثاني أن يكون عنده معرفة بالحساب والمساحات، بالأعداد وبالمساحات، المسافات. واضح؟ يشترط فيه أن يكون عنده أهلية شهادة، فلا بد أن يكون مكلفا بالغا عاقلا، ولا بد أن يكون عدلا، ولا بد أن يكون حرا، ولا بد أن يكون ذكرا. واضح؟ ويشترط فيه أيضا معرفة الحساب، معرفة المسافات والمساحات. ولذلك قال شروط القاسم إن نصبه القاضي أو حكمه الشركاء اثنان: أهلية الشهادة، الثاني والعلم بالقسمة. واضح؟ وإن نصبه الشركاء بدون أن يحكموا، نصبوه فقط لم ينصبه القاضي، قال لم يشترط فيه شيء سوى التكليف،
أن يكون مكلفا بالغا عاقلا، فيصح أن تكون امرأة ويصح أن يكون عبدا، لكن قالوا إذا كان أحد الشركاء محجورا عليه بسفه فيشترط شرط آخر وهو العدالة، أن يكون القاسم عدلا. ولذلك قال لم يشترط فيه سوى التكليف إلا إن كان فيهم محجور وأراد القسمة له وليه فالعدالة أيضا. لكن هل تشترط الذكورة؟ لا، لا تشترط. هل تشترط الحرية؟ لا، لا تشترط. فهمنا هذا أو لا؟ إذا تقرر هذا فإننا نقول القاسم إذا كان منصوب القاضي فلا بد فيه من شرطين، وإذا كان منصوبا من الشركاء فيكفي شرط واحد وهو التكليف والعدالة أحيانا. هل يشترط في القاسم التعدد أو يكفي واحد؟ هل يكفي قاسم واحد أو لابد أن يكونوا اثنين؟ نقول هذا فيه تفصيل. إذا كانت القسمة فيها تقويم، نقوم الأشياء، فهذا لابد فيها من اثنين. إذا كانت القسمة ليس فيها تقويم فيكفي ماذا؟ يكفي قاسم واحد. انتبه معي لما سأكتبه لك الآن. انتبه بارك الله فيك. القسمة ثلاثة أنواع. عندنا قسمة تسمى قسمة إفراز، وقسمة اسمها قسمة تعديل، وقسمة ثالثة اسمها قسمة رد. إفراز وتعديل ورد. نأخذ درس القسمة لكن تفهمونه جيدا ونكتفي، وهذا درس مهم. قسمة الإفراز تكون في الأشياء المتماثلة. مثال: شخص مات وترك 100 صاع من الأرز وعنده ابنان، نقسم بينهم 100 صاع من الأرز. الأرز هذا متماثل في الصورة وفي القيمة، هذا أي نوع من أنواع القسمة؟ هذا قسمة إفراز. إذا قسمة الإفراز هذا تكون في الأشياء الإيش؟ المتماثلات. واضح؟ إفراز تفرز هذا وهذا، واضح؟ هذا النوع الأول. قسمة الإفراز يكون في الأشياء المتماثلة. قسمة التعديل أي تعدل الناقص، تعدل للناقص من الأكثر منه. مثال ذلك: هذه أرض، نفترض على سبيل المثال هذه أرض، لكن هذه الأرض هنا يوجد نهر، بهذا المكان يوجد نهر، هذا الجزء الذي قريب من النهر الأرض فيها قوة إنبات بشكل أفضل، الجزء البعيد من النهر قوة الإنبات أقل. إذا نعدل، فمثلا نجعل ثلث هذا بالثلثين بحيث أن قيمة هذا بقيمة هذا، هذا يسمى إيش؟ تعديل. لاحظ معي، عدلنا الأرض بعضها ببعض من نفس الأرض، هل هنالك مال آخر دخل في التعديل؟ لا، ما في، صح؟ هذا يسمى قسمة إيش؟ قسمة تعديل. قسم الثالث قسمة إفراز. إيش معنى القسم الثالث قسمة إيش؟ رد. إيش معنى قسمة رد؟ نفترض على سبيل المثال هذه أرض، هذه أرض بارك الله فيكم، أو بيت أو أيا كان، تمام؟ هذه الأرض يوجد هنا بئر، هنا لا يوجد بئر، فقسمناها نصفين متساويين، فقال هذا لكن الجزء الذي معي ليس فيه بئر، كيف نعمل؟ نقول لمن وقع البئر في نصيبه يلزمك أن تدفع نصف قيمة البئر لهذا. إذن مثلا قيمة البئر، تكلفة البئر 1000 دينار، إذن يلزمك أن تعطي كم؟ 500 دينار لهذا. إذن في مال من خارج الأرض، صح؟ 500 دينار.
إذن سميت رد لأن مالا رد لأحد المقسوم عليهم وهو خارج المقسوم. فهمنا؟ سميت قسمة إيش؟ قسمة رد. نريد أن نكيف كل نوع من أنواع القسمة. هل قسمة الإفراز هذه تعتبر بيع؟ لا، هذه ليست بيعا، هذه ليست بيعا، هذه فقط فصل إفراز، ما في بيع. لكن قسمة التعدين هذه تعتبر بيعا، تعتبر بيعا. قسمة الرد أيضا تعتبر بيعا. فهمنا؟ واضح؟ انتبه معي. قسمة الإفراز هذه لا تعتبر بيعا. القاسم هل يجبر الناس الذين قسم بينهم على قبولها؟ قسم 100 صاع من الأرز بين زيد الابن الأول وعمر الابن الثاني، واضح؟ مات أبوهم وترك 100 صاع، قسم 50 و50. قال زيد أنا لا أريد هذا، أنا أريد هذا، هما سواء، واضح؟ واضح أو لا؟ نقول هنا يوجد إجبار. هل من حق القاسم أن يجبرهم أو لا؟ نعم يوجد إجبار، يجبران، يوجد إجبار. فهمنا؟ قسمة التعديل هذه فيها إجبار ولا ما فيها إجبار؟ ها؟ فيها إجبار أو ما فيها إجبار؟ يجبران. يسأل يقول كيف بيع فيه إجبار؟ أليس البيع عن تراض؟ صح، هذا مستثنى، هذا من الإكراه بحق، كما مر معنا في البيع أن هناك صور يكون فيها إكراه بحق، هذا من الإكراه بحق. حصل الإجبار في قسمة التعديل للحاجة إليه. فهمنا؟ طيب قسمة الرد، قسمة الرد هذه بيع فيها إجبار. شوف هذه فيها مال خارجي غير المال المقسوم، هذه لا إجبار فيها، لا إجبار فيها. فهمنا؟ طيب أمر ثالث حتى تميز بين الأنواع، هذه قسمة الإفراز هل فيها تقويم؟ نحتاج أن نقوم المال، ننظر كم قيمة المال في قسمة الإفراز أو نقسمه مباشرة؟ 100 صاع من الأرز نقسمه بين زيد وعمر ابنان مباشرة أو لا بد أن نعرف قيمة الأرز؟ يحتاج إلى تقييم ولا ما يحتاج؟ تقويم ولا ما يحتاج؟ لا يحتاج، صح؟ إذن هذه لا تقويم فيها، صح يا مشايخ؟ ما فيها تقويم، نعطي لهذا حصته ولهذا حصته، السلام عليكم ورحمة الله، صح؟ لكن هذه فيها تقويم ولا ما فيها تقويم؟ قسمة التعديل فيها ولا ما فيها؟ فيها تقويم. هذه فيها تقويم أو لا؟ فيها تقويم. إذن القاعدة ماذا تقول؟ يقول لك في القاعدة في الضابط كل قسمة تحتاج إلى تقويم، تفتقر إلى تقويم، لا بد فيها من قاسمين، لا يكفي قاسم واحد. والقسمة التي لا تحتاج إلى تقويم يكفي فيها قاسم واحد، واضح؟ كل قسمة تحتاج إلى تقويم. إذن أول ما يقول لك هذا الكلام تفهم أن قسمة التعديل وقسمة الرد هذه لا يكفي فيها قاسم واحد، بل لا بد فيها من قاسمين، واضح؟ لأنها تحتاج إلى تقويم. أما قسمة الإفراز فيكفي قاسم واحد. طبعا متى يكفي قاسم واحد هنا؟ إذا لم ينصبه القاضي، أما إذا نصبه القاضي حتى هنا لا بد من قاسمين، لكن إذا نصبه الشركاء يكفي واحد لأنها لا تحتاج إلى تقويم. فهمنا؟ انظر ماذا قال. قال شروط القاسم، قرأنا هذا. قال أقسام القسمة، أقسام القسمة 3. إفراز، إفراز هل هي بيع؟ هل هي بيع؟ ليست بيع. فيها إجبار، فيها إجبار. تعديل هل هي بيع؟ بيع. فيها إجبار، فيها إجبار. رد هل هي بيع؟ بيع. فيها إجبار؟ لا. أحسنتم. قال فالأول
ما استوت فيه الأنصباء صورة وقيمة، كقسمة الدراهم، مات زيد وترك مثلا 100 مليون روبية، عنده 5 أبناء كل واحد 20 مليون، قال لا أنا ما أريد 20 مليون من هذا، أنا أريد 20 مليون هذه يعني إيش ذات حمراء لونها، أنا أريد زرقاء أو أبو 50 ألف، ما أريد حمراء أبو 100 ألف، يجبر على هذا، واضح؟ أيوة، لأن فيه تعنت، هذا متعنت الذي لا يقبل. نعم، قال هنا فالأول ما استوت فيه الأنصباء صورة وقيمة كمثلي، أي كقسمة المثليات، مثل الأرز والتمر والمثل، قد قلت لك فيما سبق هو ما حصره كيل أو وزن، تمام، وأرض متشابهة الأجزاء. والثاني ما عدلت فيه الأنصباء بالقيمة ولم يحتج لرد شيء آخر، يعني آخر غير الأرض، كأرض تختلف قيمة أجزائها، أرض هنا هذا المكان غالي لأنه قرب النهر وهذا أقل، ولذلك قال لك هنا في التعليق لنحو قوة إنبات وقرب ماء أو يختلف جنس ما فيها، كأن يزرع هنا مثلا نخل وهنا عنب، واضح، أو هنا تفاح وهنا ذرة إلى آخر. قال كبستان بعضه نخل وبعضه عنب، فإن كانت لاثنتين، فإن كانت لاثنين نصفين، وقيمة ثلثها المشتمل على ما ذكر كقيمة ثلثيها الخاليين عن ذلك، جعل الثلث سهما والثلثان سهما وأقرع بينهما، ويجبر الممتنع عليها. شوف في إجبار ولا ما في إجبار، تعديل وفيها إجبار. قال ويجبر الممتنع عليها كما يجبر في قسمة الإفراز، يعني هنا إجبار وهنا إجبار. قال إلحاقا للتساوي في القيمة بالتساوي في الأجزاء، هنا تساوي الأجزاء إجبار، هنا تساوي في القيمة إجبار، تمام. قال هنا والثالث ما احتيج فيه لرد شيء آخر، إيش معنى لرد شيء آخر؟ يعني أن واحدا منهما يعطي الآخر مالا آخر غير المال المقسوم. قال كأرض في أحد جانبيها بئر أو شجر لا يمكن قسمته، واضح؟ فنقول من وقع البئر في حصته يدفع للآخر نصف قيمة البئر، من وقع الشجر في حصته يدفع للآخر نصف قيمة الشجر، تمام. قال لا يمكن قسمته، قال فيرد آخذه بالقسمة التي أخرجتها القرعة قسط قيمته، جزء قيمته، تمام. فإن كانت ألفا، أي إن كانت قيمة البئر ألفا، تمام، إن كانت قيمة البئر ألف وله النصف، تمام، رد 500 على الآخر. قال وقد تقدمت الإشارة إلى أنه لا إجبار في هذا النوع، لا إجبار في هذا النوع، تمام، لأن فيه تمليكا لما لا شركة فيه. إيش معنى لما لا شركة فيه؟ المال هذا الدراهم 500 ليس فيها شراكة، شيء خارجي، ولما كانت شيئا خارجيا ليس فيه إجبار، بخلاف هذا، بخلاف الأرض لما كان ثلثها بثلثيها من نفس الأرض ليس فيها شيء خارجي وقع فيها الإجبار. قال لأن فيه تمليكا لما لا شركة فيه فكان كغير المشترك. ثم قال الشهادة. اليوم نقف هنا، غدا نأخذ الشهادة والعتق ونختم الكتاب إن شاء الله، تمام. أنا عندي برنامج بعد العصر أحتاج أن أكون مستعدا له، لذلك نقف هنا ونكتفي بهذا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.